ثلاث مناطق ارياز اللي هي البرايفت والبابليك، وايضا عندنا البروتكتد. البرايفت هي المنطقه الامنه اللي ما حد يقدر يدخلها غير اللي اذا كان ممبر فانكشن او فريند فانكشن، هاي من هي البرايفت. اما البابليك فيمكن مشاركتها مع الاوبجكت ومع بقيه الامور، يعني الشيء اللي اريد اشاركه ويا العامه راح اخليه بالبابليك، اما الشيء اللي اريده خاص بالكلاس فراح اخليه وين؟ بالبرايفت. لذلك انا ما راح اقدر اوصل للبرايفت الا عن طريق ممبر فانكشن، الا شيء خاص، او عن طريق فريند فانكشن، يعني داله او وظيفه او داله صديقه. زين، بهيج حالة احنا اذا عدنا بهيج حالة اذا عدنا احنا اكثر من هذا الشيء، اذا احنا نريد مثلا شغلات امنة بس نريد نشاركها ويا، يعني احنا بنقول برايفت، فبيصير عندنا وراثة بين كلاس وكلاس. اذا اي محتوى للكلاس، اي محتوى للكلاس ثاني ما اقدر اخذ من البرايفت، يعني البرايفت مستحيل اي كلاس ثاني يقدر ياخذ من عنده. ليش؟ لان هذا خاص بهذا الكلاس. هاي النقطة مهمة، انه ما دام عندي functions او data type او اي attributed موجودة داخل البرايفت، مستحيل واحد يقدر يوصل لها غير الممبر function و friend function، يعني غير انه دالة داخل الكلاس نفسه او دالة صديقة لهذا الكلاس. هاي المعلومة لازم نعرفها، يعني اي كلاس يورث كلاس ثاني ومحتويات اللي انا عندي بالبرايفت ما يقدر يوصل لها. هاي اوكي. زين، في حالة انه انا عندي شغلات اريد انطيها للكلاس الثاني بس بنفس الوقت انا ما اريد انطيها للاوبجكت، يعني انا عندي شغلات انه انا اسمح لكلاس ثاني يجي يورثها من عندي بس بنفس الوقت ما اسمح للاوبجكت ياخذها، يعني هي لا هي هي برايفت ولا هي برايفت، لا هي بابليك ولا هي برايفت. ليش؟ لان البابليك يقدر الاوبجكت يوصل لها، اما البرايفت ما يقدر الاوبجكت يوصل لها ولا يقدر الكلاس يوصلها. فش سوينا؟ اكو منطقة ثالثة اسمها بروتكتد. بروتكتد، هاي البروتكتد هي منطقة ايضا امنة، ولكن نسمح انه هاي المتغيرات او التعريف اللي بداخله يستطيع الكلاس الثاني من يورث الكلاس الاول انه يستحوذ عليه، بس بنفس الوقت الاوبجكت ما يقدر يوصل له. يعني من اقول بروتكتد اللي شيء اعرفه، يعني من اجي هنا انا اقول انتيجر اكس، اذا هذا الاكس الاوبجكت ما يقدر يوصل، هذا الاكس الاوبجكت ما يقدر يوصل له، وبنفس الوقت هذا الاكس الكلاس الثاني يقدر يوصل له، ان الكلاس الثاني يقدر يوصل. اذا انا عندي البروتكتد المتغيرات والدوال اللي موجوده داخل البروتكتد، انه اي كلاس ما راح يقدر، اي اوبجكت ما راح يقدر يوصل له، ولكن اذا سويت وراثه ويا اي كلاس راح يقدر يوصل له، اذا كان وين؟ بالبروتكتد، يعني احميه من الاوبجكت بس ما احميه من الكلاس. اما اذا كان بالبابليك فيستطيع الكلاس يوصل له ويستطيع الاوبجكت بنفس الوقت ان يوصل له. اما اذا كان برايفت بالبرايفت فلا الاوبجكت ولا اي كلاس ولا كان ما يكون يقدر يوصل له ما عدا الممبر فانكشن والفرند فانكشن، وهاي اتفقنا بيها. زين، نسال سؤال، اذا الممبر فانكشن موجود عندي بالبابليك، هل الممبر فانكشن بالبابليك يقدر يوصل للبرايفت؟ طبعا اكيد، واحنا اخذناها وجربناها وشفنا انه اي ممبر فانكشن داخل البابليك يقدر يوصل للبرايفت. زين، اذا هل انا اذا ورثت فانكشن معين داخل البابليك، هل انه انا اقدر اوصل للبرايفت؟ طبعا اقدر اوصل للبرايفت عن طريق ممبر فانكشن، يعني انا من اورث البابليك هذا الفانكشن راح يصير هو عباره عن نسخه من البلي كلاس الثاني، فاقدر اوصل للبرايفت. هسه راح نجي نشرح لها هاي بالتفصيل، بس احنا لازم نعرف انه شنو معنات برايفت وشنو معنات بابليك وشنو معنات بروتكتد بخصوص الوراثه. زين، هل انا اقدر من اورث احدد نوع الوراثه؟ طبعا عندي ثلاث انواع للوراثه اللي هي نفسها برايفت وبابليك وبروتكتد، هي نفسها برايفت وبابليك وبروتكتد. زين، راح نجي نشرح هاي الامور، انه شلون انا اقدر اورث برايفت وبابليك وبروتكتد. سويت لكم برزنتيشن صغير، راح نجي عن طريق البرزنتيشن هذا نوضح بعض الامور اللي احنا نريد نشرح، اوكي. وضح يمكم الصوره. اوكي، انا شنو احتاج؟ قلنا ان دائما عندنا كلاسات اثنين، واحد بيست واحد درايفد.
البيست هو الكلاس الابي او الاصلي، والثاني الدرايفد هو الكلاس اللي نورث من عنده، هو الكلاس اللي نورث من عنده. عندنا اثنين خاص اثنين. زين هل لها اسماء ثانيه؟ طبعا قلنا لها اسماء بالمحاضره السابقه، انه اما تكون سوبر كلاس وسب كلاس او بيرنت وتشايلد. اوكي زين، اذا انا هنا عندي الكلاس البيست الى ثلاث مناطق اللي هي البرايفت والبابليك والبروتكتد. في كل وحده من هاي كل وحده من هاي الاريا الها انا مخلي فانكشن معين. الفانكشن الاول سميته اي، والفانكشن الثاني سميته بي، والفانكشن الثالث سميته سي. اوكي هذا كلاس، هذا عندي هسه هذا كلاس واسمه بيست. اوكي زين، سويت كلاس ثاني وسميته درايفر اللي هو ايضا بثلاث مناطق اللي هي برايفت وبروتكتد وبابليك. اوكي وبنفس الوقت البرايفت والبروتكتد والبابليك خليت بيهن فانكشنات اللي هي اي وبي وسي ولكن سمول لتر. اوكي زين، لو هذا الكلاس اللي هو درايفت ورث الكلاس بيس ايش راح يصير؟ اوكي لو ورث، صار عندنا وراثه، صار عندنا انهيرتنس. زين الوراثه من يانو، الوراثه من يانو قلنا عندنا ثلاث انواع. اذا الوراثه من نوع برايفت فعندنا فد شيء، واذا الوراثه من عندنا فد بروتكتد عندنا فد شيء، واذا عندنا بابليك فد شيء. راح نجي اول شيء نعرف ان الوراثه من نوع برايفت. اذا الوراثه كانت عندي من نوع برايفت، فاذا جميع محتوى الفانكشنات والداتا تايب اللي موجوده بالكلاس الاصلي اللي هو البيست، جميع دا اقول جميع ما عدا، انتبه علي، جميع ما عدا البرايفت، يعني لو كل شيء موجود داخل البروتكتد وكل شيء موجود داخل البابليك راح يورث هذا الكلاس. وين يخليه؟ يخليه بالبرايفت هنا، يعني يصير برايفت. يعني انا من اورثه، يعني هاي هذا البي وهذا السي، انا اورث هذا الكلاس. اذا ايش راح اورث؟ راح اورث البروتكتد والبابليك فقط. زين شنو بيها؟ بيها بي وبيها سي. زين انا الوراثه من نوع برايفت، اذا البي والسي هاي وين اخزنها؟ بالبرايفت. هنا راح تصير، يعني هنا البي وهذا السي راح يصير وين؟ بالبرايفت. وصلت الفكره؟ ليش يصير بالبرايفت؟ حتى اذا جاني كلاس ثاني، لاحظ، حتى اذا جاني كلاس ثاني وورث هذا الكلاس اللي هو انا ورثت بي بالاصل، ما راح يقدر ياخذ محتوى هذا الكلاس. يعني البي والسي، شوف هسه انا من ورثت من الكلاس الاي ما قدرت اورثه. ليش؟ ليش هنا ما قدرت؟ لان هاي بالبرايفت، بس قدرت اوصل للبروتكتد وللبابليك. بما انه نوع الوراثه من نوع برايفت، اذا انا شكو شيء بالبروتكتد وبالبابليك راح يصير عندي برايفت بالكلاس اللي هو الثاني. زين لو جاء كلاس ثالث وورث هذا الكلاس، فراح ياخذ البي سمول والسي سمول فقط. ليش؟ لان هذا البي كابيتال والسي كابيتال والاي سمول هو وين موجود؟ بالبرايفت، فما يقدر يوصل. اوكي اوكي وصلت الفكره. زين اما اذا كانت عندي الوراثه مو من نوع برايفت، كانت عندي الوراثه من نوع بروتكتد. اوكي يعني قبل شويه برايفت، هسه الوراثه عندي من يا نوع، من نوع بروتكتد. فهنا معناته نفس الفكره، انه اني اقدر اورث جميع ما موجود بالكلاس الاول هذا الاحمر، ما عدا اللي هو البيست، ما عدا البرايفت، ما عدا منه، ما عدا البرايفت. فالبي الكابيتال الموجوده بالبروتكتد وين راح تصير؟ بالبروتكتد. اوكي البي الكابيتال الموجوده بالبروتكتد راح تصير بالبروتكتد، والسي الكابيتال الموجوده بالبابليك ايضا راح تصير بالبروتكتد، ايضا راح تصير بالبروتكتد. يعني انه اني ما دام الوراثه من نوع بروتكتد، اذا جميع المحتويات اللي راح اورثها راح اخزنها وين؟ بالبروتكتد. شنو الفائده من عنده؟ الفائده من عنده انه هاي المحتويات اللي موجوده عندي بالبروتكتد، اذا جاني كلاس ثالث ورث هذا الكلاس، فيستطيع ان يحصل على هاي المحتويات، مع انه الاوبجكت اللي موجود عندي للكلاس ما راح يقدر يوصل لهاي المحتويات. يعني اذا جاني كلاس ثالث ورث الكلاس الاخضر هذا اللي هو درايفد، راح يقدر يوصل لهاي المحتويات اللي ورثته من هنا من الكلاس الاول، بس الاوبجكت الانشئه من هذا الكلاس ما راح يقدر يوصل لها. هاي نوع من نوع السكيورتي. اوكي وصلت الفكره؟ هذا البرزنتيشن راح انزل لكم اياه حتى تكون فاهمين. اوكي
زين اذا انا عندي النوعيه الاولى برايفت، اذا خليتها برايفت راح تكون جميع المحتويات اللي بالبروتكت والبابليك بالبرايفت، واذا كان عندي بروتكتد نوع الوراثه جميع المحتويات الموجوده بالبروتكتد والبابليك راح تكون بالبروتكتد. اما اذا كان عندي نوع الوراثه من نوع بابليك، اذا كانت عندي نوع الوراثه من نوع بابليك فهنا راح تختلف عندي الفكره. الفكره انه شنو راح يصير؟ انه انا راح اورث نفس الحاله جميع الكلاس ما عدا البرايفت، ولكن محتويات البروتكتد راح تصير بالبروتكتد ومحتويات البابليك تصير بالبابليك. يختلف اختلاف كامل، محتويات البروتكتد راح تصير بالبروتكتد ومحتويات محتويات البابليك راح تصير بالبابليك. طبعا هنا راح يشوفون بيها صعوبه بالفهم، ولكن هسه راح نطبقه ونشوف اوكي. لهنا اكو اشكال، لحد هاي النقطة اكو اشكال، راح نطبق بيها ونشوف. اذا حد عنده سؤال يكتب لي بالتعليقات، اذا حد عنده سؤال انا انتظر تعليقاتكم، واذا ما عندكم قولوا لي ما عندنا حتى ابدي اروح اطبق هذه الفكرة ونرجع نكمل انواع الكلاسات. اوكي هاي المساحة بس عيدها شوية، اعيد هذه. اوكي راح اعيدها اعاده سريعه. احنا عندنا شنو؟ عندنا اول شيء بالكلاس ثلاث مناطق اللي هي برايفت وبروتكتد وبابليك، هاي ما عليها اختلاف. اوكي ايضا نوع الوراثه من يجي كلاس ثاني يورث الكلاس الاول، معناته انه انا راح استطيع اخذ محتويات. احنا شرحنا بالمحاضره السابقه ان يكون عندي وراثه، انا ليش اعيد الكود من جديد وما اعرف شنو، فاورث كلاس من كلاس راح يصير عندي الفانكشنات الكلاس الاول بالكلاس الثاني. ولكن هنا المحتويات لها شروط، اذا كانت انا الوراثه من نوع برايفت فمعناته انه جميع محتويات البرايفت، جميع محتويات عفوا الكلاس ما عدا البرايفت راح تكون وين؟ بالبرايفت. واذا كان الوراثه من نوع بروتكتد فجميع محتويات الكلاس ما عدا الموجوده بالبرايفت راح تكون بالبروتكتد، واذا كانت النوع من نوع بابليك فجميع المحتويات تكون تختلف البروتكتد بالبروتكتد والبابليك بالبابليك. وكل احوال انا ما اقدر اورث من الكلاس ما موجود بالبرايفت، كل احوال سواء كان برايفت او بابليك او بروتكتد. اوكي اذا عندي ثلاث انواع من خلينا نقول من ثلاث صيغ من الوراثه، بابليك وبروتكتد وبرايفت، وكل وحده لها شغله. يعني مثلا هذا الكلاس يحب ينطي محتويات لهذا الكلاس بس ما ينطي لغير كلاس، شنو اللي يضمن انه هذا الكلاس الثاني ما يجي ياخذه؟ لازم اخليه هنا شنو؟ برايفت، حتى اذا جاي كلاس ثالث ما يقدر ياخذ المحتويات، لان اذا اقول برايفت فالمحتويات راح تكون بالبرايفت فما حد يقدر ياخذ. اوكي اما اذا انا هذا الكلاس يحب ينطي محتويات لهذا الكلاس على انه الاوبجكت اي اوبجكت ما يقدر يوصل لها فنخليه من نوع بروتكتد، اما اذا هذا الكلاس يحب ينطي المحتويات لهذا الكلاس ويسمح لانه يورث اي كلاس ثالث او لا فنخليها بابليك. اوكي فنخليها بابليك، هاي ثلاث انواع. زين نرجع للكود هنا أنا شويه. اوكي حتى بس نعرف شنو يعني بابليك وشنو برايفت وشنو بروتكتد. انا لو جيت هنا مثلا سويت فانكشن سميته مثلا برنت، يعني هذا اللي راح اسويه يعني مو كود صحيح وانما فقط لتسهيل الامور. لو جيت هنا وسويت مثلا فانكشن سميته void برنت private، اوكي فانكشن يطبع برنت private وبس، مجرد يسوي لي سي اوت. اوكي بس مجرد يطبع لي مسج معين. راح اسوي ثلاث فانكشنات، واحد بالبابليك واحد بالبروتكتد وواحد وين بال ال 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 واحد بالبابليك واحد بالبروتكتد واحد بالبرايفت. اوكي اوكي هنا نسميه بابليك وهنا بابليك اريا
وهنا نسميه protected. اوكي وهنا نسميه protected area. اوكي هنا صارت عندي 3 functions كل وحده تكون عندي بمكان. زين لو انا جيت واريد اورث هذا الكلاس اريده يورث مثلا الكلاس الاول. اوكي يورث الكلاس الاول. احنا شنو قلنا؟ عندنا نوعين من الكلاسات. اذا نرجع قلنا عندنا الدرايفد والبيست. اوكي الدرايفد والبيست. لو انا اريد هذا الكلاس يورث هذا الكلاس، اوكي فهنا مجرد احط نقطتين او نقول نحط نقطتين واحده فوق الاخ ونكتب شنو، نكتب كتابه انه شنو اريد اورث. اقول برايفت، شوف لاحظ برايفت شنو، هنا اكتب اسم الكلاس. يا كلاس ادورث من البرايفت، يا كلاس ادورث الكلاس اللي هو البيس. اوكي فاكتب بيس. اوكي بس مجرد هنا احنا ناسين فار زمن قوطه ومخلين. اوكي اوكي لاحظ هنا مجرد اكتب برايفت بيس صارت عندي وراثه لمن؟ للكلاس اللي هو بيس. مجرد اكتب هاي الصيغه. زين لو اريد هسه اجي على المين، انا هذا الكلاس مالتي فارغ، اجي على المين اسوي للكلاس اللي هو دراي اسوي له اوبجكت اسميه دي. اوكي فلاحظ بنقول دي دوت. اذا انا هنا بما انه انا العلاقه عندي، لاحظ بما انه انا عندي من نوع برايفت الوراثه، هاي طريقه الوراثه، مجرد احط نقطتين واخلي نوع الوراثه واسم الكلاس. اوكي اخلي نوع الوراثه واسم الكلاس، راح مباشره يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي وراثه. زين بما انه انا عندي الوراثه من نوع برايفت، اذا جميع المحتويات اللي موجوده عندي، جميع المحتويات اللي موجودة عندي وين راح تكون؟ هنا راح تكون برايفت، راح تكون عندي برايفت. فلو جيت اكتب الدي واكتب دوت، شوف ايش راح يطلع لي. جتني جميع المحتويات اللي موجودة عندي وين؟ جميع المحتويات اللي موجودة عندي وين؟ بالكلاس الثاني. اللي موجودة عندي وين؟ بالكلاس الثاني. شوف لاحظ انا ما سويت الكلاس الاول، ما سويت لي الكلاس الاول اوبجكت، سويت لي الكلاس الثاني، بس انا ايش قلت له؟ قلت له عندي وراثه. فايش صار عندي؟ من اقول له من ايش صار عندي؟ صار عندي جتني جميع المحتويات. مثلا لو اريد اطبع البرنت بابليك، اوكي استدعي هذا. لاحظ هنا شنو انطاني؟ انطاني ايرور بالدي بالبابليك، مع العلم هي بالبابليك بس انطاني ايرور. ليش؟ يقول لي انا عندي الفانكشن هذا اللي موجود بالكلاس اسمه بيت ما اقدر اوصل له. ليش ما اقدر اوصل له؟ لان احنا اتفقنا قبل شويه، شنو قلنا؟ قلنا انه اني عندي اذا كانت الوراثه من نوع برايفت، فمحتويات البابليك ومحتويات البروتكتد راح شو يصير بيها؟ راح تنخزن كلها وين؟ بالدرايفت بالكلاس الثاني، ولكن وين؟ بالبرايفت. فالاوبجكت ما يقدر يوصل للبرايفت. مو احنا متفقين هيك ان الاوبجكت ما يقدر يوصل للبرايفت؟ زين لو مثلا اردنا نغير الوراثه، لاحظ بس هنا شنو يطلع لي؟ تلاحظون شوف عندي شنو هنا؟ برنت كلها مقفله، اذا انا ما اقدر اوصل. لو جيت غيرت هنا من برايفت على بروتكتد، خلينا نقول بابليك هسه. البابليك شنو معنات بابليك؟ انه محتويات البابليك تصير بالبابليك. يعني محتويات البابليك بهذا الكلاس هذا البابليك يصير بالبابليك بالكلاس الثاني، ومحتويات البروتكتد بالبروتكتد الكلاس الثاني. اوكي بنقول بابليك. لذلك هسه حاليا انا هنا لو رجعت على هذا الاوبجكت وقلت له اريد اطبع البرنت، قلت له اريد اطبع البرنت بابليك، ما راح يعترض عندي. ليش؟ لان انا عندي الوراثه من يا نوع؟ الوراثه من نوع بابليك. فمعناته محتويات البابليك بالكلاس الاول صار هو بابليك بالكلاس الثاني.
فاني اقدر اصل للبابليك عن طريق الاوبجكت، واقدر اطبع العباره اللي انا تعجبني. اوكي، واقدر اطبع العباره اللي انا تعجبني عن طريق الكلاس الثاني. اما لو حولنا بروتكتد، فجميع العناصر اللي موجوده عندي بالكلاس الاول من بابليك وبروتكتد راح يصير بروتكتد بالكلاس الثاني. اعيد، جميع المحتويات اللي موجوده بالكلاس الاول من بابليك وبروتكتد فقط، ما لنا علاقه بالبرايفت، راح يصير شنو؟ بروتكتد وين؟ بالكلاس الثاني. يصير بروتكتد وين؟ بالكلاس الثاني. فبهيج حاله ما راح اقدر اوصله. لاحظ هنا راح المفروض يطبع لي عباره البابليك اريا بالنسبه للكلاس الاول انا سويته، بس طبعته بالكلاس الثاني. ليش؟ لان الوراثه من نوع شنو؟ من نوع بابليك. اذا جيت حولته هنا وغيرته وقلت له بروتكتد، وقلت له بروتكتد، فهنا راح تختلف الامور، انه جميع المحتويات اللي موجوده عندي بالبابليك وبالبروتكتد راح يصير بروتكتد بالكلاس الثاني. لذلك هنا طلع عندي ايرور مباشره ويقول لي ما اقدر اوصل له. ليش؟ لان احنا قلنا الاوبجكت ما يقدر يوصل للبروتكتد، فقط كلاس ثالث. لهنا الامور واضحه عندكم؟ اكو سؤال انه نعرف انه شنو البروتكتد وشنو انواع الوراثه البابليك. راح نيجي هسه اذا ما عندكم سؤال حتى نشرح بس انواع الربط بين الكلاسات. اكو عندكم اشكال؟ الظاهر ماكو اشكال. اوكي زين، نرجع للبرزنتيشن، نرجع للبرزنتيشن ونكمل العرض اللي احنا كنا نعرضه. اوكي، احنا وصلنا البابليك وقلنا البابليك شلون يتحول. اوكي، العمليه اللي ورا احنا شنو عندنا؟ الربط بين الكلاسات. اوكي، عندنا كم نوع؟ قلنا عندنا 5 انواع. تذكرون ذيك المحاضره قلنا عندنا 5 انواع للانواع الربط. اول شيء عندنا السنجل. السنجل شنو معناته؟ انه كلاس اول من نوع بيست يورث كلاس ثاني من نوع درايف. اوكي، عن طريق وراثه عاديه. فايش راح يصير؟ محتوى الكلاس الاول، طبعا احنا هنا نحكي ما عدا البرايفت، اي شيء نحكي ما عدا البرايفت راح يصير شنو؟ بالكلاس الثاني. اوكي، هذا اذا كان عندي النوع من نوع شنو؟ سنجل، هو طبيعي يعني واحد الواحد. اما اذا كان عندي نوع ثاني اللي هو ملتي ليفل، فهنا معناته انه الكلاس الاول اللي هو هذا راح يورث كلاس ثاني اللي هو هذا، والكلاس الثاني راح يورث كلاس ثالث، والكلاس الثاني راح يورث كلاس ثالث. فشي يصير؟ يصير هذا البيرنت وهذا التشيلد، هذا البيرنت وهذا التشيلد، او هذا السوبر كلاس وهذا شنو؟ سب كلاس، او هذا البيست وهذا الدرايف. ونفس الوقت يصير هذا البيست وهذا شنو؟ الدرايفت، او هذا السوبر كلاس وهذا الدرايفت. فهذا الكلاس بنفس الوقت هو درايفت وبيس. شلون؟ يعني شلون امثل لك؟ يا امثل لك هذا جد وهذا ابن وهذا ابن الابن. اوكي، نفس الطريقه، انه هذا الكلاس الاصلي ورث كلاس ثاني، وهذا الكلاس الثاني ورث كلاس، شوف، كلاس ثالث. فبهيج حاله انه محتويات الكلاس الثاني والكلاس الاول راح يصير بالكلاس الثالث. اوكي، يعني انا عندي الملتي ليفل انه واحد يورث من اللاف، يعني تكون سلسله الجد اب ابن، فيصير واحد يورث من اللاف، انه الكلاس الاول يورث كلاس ثاني، فمحتويات الكلاس الاول راح تصير بالثاني، والكلاس الثاني يورث كلاس ثالث، فمحتويات الثاني اللي هي عبارة عن محتوياته مع محتويات الأول راح تصير بالكلاس الثالث. أوكي؟ هذا شو نسميه احنا؟ ملتي ليفل. أوكي؟ زين، النوع الثالث اللي هو ملتيبل، هنا تختلف. إنه أنا عندي كلاسين هي بيست يورث كلاس واحد. يعني هذا الكلاس أب وهذا الكلاس أب، أو هذا بيست وهذا بيست، يورثها كلاس واحد اللي هو درايفد. يعني الكلاس الواحد يورث اثنين، يجي ياخذ محتويات الكلاس الاول وياخذ محتويات الكلاس الثاني. هذه الطريقه تختلف عن ذيك الطريقه. ليش؟ لان هذه الطريقه كل هذا الكلاس ياخذ محتوياته منها وياخذ محتوياته منها، فيكون عندي محتويات تختلف مباشره، تختلف عن ذيك العمليه.
فيعني هنا ما راح يكون عندي هنا مشاركه بين كلاسات البيست. اوكي، فهنا واحد يورث اثنين، واحد يورث اثنين، اما الملتي ليفل لا، واحد يورث واحد وبعدين يورث واحد، فيصير سلسله. اوكي، اذا هنا عندنا الثالث نوع اللي هي شنو نسميه الملتيبل. نجي على النوع الرابع اللي هو شنو، الهيريتيكال، اللي هو الهرمي. الهرمي هنا لازم يكون عندي متكون من اكثر من كلاسين، يعني ثلاث كلاسات او اكثر. فهنا ايش راح يصير؟ انه كلاس واحد يورث شنو؟ يورث كلاسين، ثلاث كلاسات. اوكي؟ يعني كلاس واحد يورثوه اكثر من كلاس، كلاس واحد يورثوه شنو؟ اكثر من كلاس، هو كلاس واحد يورث اكثر من كلاس. يعني كلاس الاول وكلاس الثاني وكلاس الثالث كلها راح تنورث، ومحتويات هالكلاسات يصير نفس المحتويات للكلاس الاول. اوكي، نفس المحتويات للكلاس الاول. اذا عندنا هذا هو البيست، وهذا درايفد، وهذا درايفد، وهذا درايفد. اوكي، فهنا معناته انه كلاس واحد يورث كم كلاس؟ اكثر من كلاسين، او اكثر من كلاس. هنا شو نسميه احنا؟ الهرمي الهرتيكال. اوكي، اما الهايبريد، فالهايبريد هو يعني بين، تكون بين رابطه بين الهيريتيكال والملتيبل. فهنا تختلف الهايبريد. الهايبريد انه مثلا الكلاس الاول اوكي راح يورث كلاسين، يعني اللي هو الكلاس هذا وهذا الكلاس. اوكي، بعدين شو يصير؟ الكلاس اللي الاول مو يورث الكلاسين، المحتويات تنقل هنا. وراها شو يصير؟ انه هذا الكلاس اللي هو راح يورث هاي الكلاسين، راح يورث هاي الكلاسين. فبالاخير شو يصير؟ انه محتويات الكلاس الاول والثاني والثالث راح تصير بهذا المكان. يعني هذا الكلاس انه ورث، وهذا الكلاس ورث من هنا، وهذا الكلاس ورث منه. اوكي، فمحتويات هذا الكلاس صارت هنا وهنا، صارت هنا وهنا. هذا الكلاس اللي الاخير ورث هذا وهذا، فش صار عندي هالكلاس الاثنين، فصارت عندي محتويات الكلاس اللي هو هنا، صار عندي الاحمر بي واي صارت بالكلاس هنا، ودي واي صارت بالكلاس هنا، وهو عنده سي، فجميع المحتويات صارت عندي بالكلاس الرابع. فجميع المحتويات صارت عندي بالكلاس الرابع، بالكلاس الرابع. اوكي، هذا نسميه احنا النوع الخامس اللي هو الهايبريد. ايضا هنا هذا الكلاس هو درايفد لهذا الكلاس، وبنفس الوقت هو بيست لهذا الكلاس، وهذا الكلاس هو درايفد للكلاس الاول، وبنفس الوقت هو بيست لنفس الكلاس الثاني. هذا يبقى هو درايف. اوكي، هذا يبقى هو درايف. اوكي طلاب، هسه اذا احد عنده سؤال اسمع من عندكم، اذا احد عنده سؤال اسمع من عندكم، حتى نبدي بالمحاضرة الجاية نبدي نبرمج ونشرح بعض الامور، انه انا من اخذ فانكشن شلون اقدر ادزه، شلون اقدر اتعامل بالكونستراكتر، شلون اقدر انا اعدل على الفانكشنات اللي اقدر اخذها، شلون اقدر مثلا يعني امور هواية عندنا بالوراثة لا تكفي لا محاضرة ولا محاضرتين، راح نبدي بها بالتدريج. لهنا انا ما اريد اطول عليكم حتى لا تصير عندكم محاضرة طويلة ولا تكون عندكم متعبة، أريد أسمع من عندكم، إذا عندكم أي سؤال فأنا حاضر لإجابتكم.